السلام عليكم. احنا كاتحادات الملاك ديال الاندلس بتنسيق مع الهلال الاحمر المغربي بالنواصر ومؤسسة امل لمساعدة مرضى الكلي، درنا واحد المبادرة من اجل مساعدة الاخوان ديالنا اللي تأثروا من الزلزال اللي صاب المناطق منطقة الحوز تارودانت والمناطق الأخرى، وحاولنا على أننا نلوحوا هاد المبادرة هذه، والحمد لله تلقينا واحد مجموعة ديال المساعدات العينية من طرف الساكنة ديال بوسكورة وكاين اللي جانا من الدار البيضاء. الحمد لله كانت هاد المساعدات العينية عبارة عن الماء، الحليب، السكر، القطاني، الزيت، المربى، العسل، الطون، البسكوي الدراري، لي كوش، واحد لي مطلق، الحوايج، يعني واحد العدد كبير، والحمد لله. وهاد الإعانات العينية اللي عطاونا الناس، الحمد لله غادي يتوصلوا بها جميع المناطق اللي تضرات من هاد الزلزال هذا. وكنتمناو على اننا نكونوا عطينا واحد الجزء ولو قليل باش هاد الناس هادو غير نبردوا لهم داك الالم اللي حسوا به من هاد الفاجعه هذا. الحمد لله استطعنا ان بهاد الاعانات ديال الساكنه على اننا نعمروا جوج ديال لي كاميونات في الحجم المتوسط، شاحنات الحجم المتوسط وشاحنه من الحجم الكبير. والعمليه وباقي مازال ستوك، نتمنوا على انه غدا ان شاء الله ان شاء الله هذه العمليه غدا تستمر على حسب العمليه غدا تستمر الى حدود انه الامور على حساب المحسنين.